بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة وفيديو جديد من فيديوهات التعليم والتدريب على بريزي. النهارده بنتعلم مهارة جديدة من مهارات بريزي، وهي اضافة فيد ان او عميل ظهور للأوبجكتس او المكونات الموجودة للوحة اللي موجودة قدامنا. اللوحة الموجودة قدامنا فيها اربع مكونات الحقيقة. ادي المكون الاول اللي هو السحابة، المكون الثاني الورقة، المكون الثالث لوحة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الشفافة، المكون الرابع اللي هو اللوحة اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم اللي فيها خلفية بيضة. طيب احنا هنلاحظ ان الاربع مكونات هنا مش موجودين لسه في ترتيب، يعني مفيش اي سين او اي منظر، مفيش اي منظر مشهد عندي موجود. فلازم في الاول بعمل ايه؟ بحط لهم اطر ليه؟ وعرفت منين ان ما لهمش مشاهد؟ اولا مش موجودين هنا ومفيش ارقام، واحنا اتفقنا من اول اي حاجه عايزها تظهر عندي كمنظر لازم احط لها فريم. فاول فريم باخد ادي اول فريم بالشكل ده، شديته وحطيته زي ما اتعلمنا وابتديت اشد، وهتلاحظوا ان كل ما اغير هنا اللوحه دي بتتغير معايا. عشان ايه؟ بتبان ايه اللي بيحصل عندي؟ اهو انا كده بغطي الكلاود او السحابه اللي موجوده عندي اهي. يبقى انا كده ادي اول مشهد اللي هو المنظر العام، كلهم كده ظاهرين معايا. بعد كده انا عايز تظهر عندي الورقه، يبقى الترتيب الثاني اهو الورقه عايزها هي اللي تظهر عندي، او الستيك نوت دي ابتدي احطها بالشكل ده اهو، واشد المستطيل ده يبقى خدت رقم 2 اهو المنظر عندي اهو. وبعدين عايز اللوحه اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم دي هي اللي بعد كده، اشد المستطيل ده واحطه هنا وغطي بيه اللوحة بالكامل بالشكل ده وخد رقم 3. ثم عايز هنا اللوحة دي تبقى رقم 4 تظهر لي بعد كده، بشد برضو المستطيل بتاعي او الاطار او الفريم اهو وغطي بيه. طب مش مظبوط ده كده هيبقى معوج. ما احنا اتعلمنا اقف هنا في الزاوية والف كده لغاية لما يبقى ظاهر عندي بالشكل ده. فممكن الم كده بحيث انه هو يبقى عندي الجزء ده بس هو اللي باين. خلاص كده يبقى عندي فيه اربع مناظر ظهروا عندي. عايز احط لهم بقى حركه. حركه بروح فين؟ تحت خالص هنا في الاسفل edit path، اضغط ضغطه واحده فبتظهر لي الارقام بس جنبها نجوم. هذه النجوم هي اللي بتدلني على السير هيبقى ازاي. بضغط على النجمه اللي موجوده عندي، ادي رقم 1 اهي. طيب اضغط على الزرار في الماوس في الكيبورد اللي هو كنترول افضل ضاغط، واروح عند رقم الورقه اهو، لما تظهر لي عندي الورقه اهي واخده رقم 1. وبعدين هروح عند هنا رقم 2 وهنا رقم 3 بالشكل ده. يبقى اللي هيظهر عندي الورقه تظهر، وبعدين تظهر اللوحه دي، وبعدين اللوحه دي. طيب فلنفرض ان انا عايز اغير الترتيب، يعني عايز اللوحه دي اللي تظهر الاول، يعني دي مش عايزها رقم 2 زي ما عملت كده. اروح بالماوس لغايه لما اروح عند تظهر لي العلامه الفي، اضغط عليها اتشالت، وعشان كده ما بقاش ليها رقم وهنا رقم 2. لما اقف عندها تاني يديني رقم 3، يعني هتاخد رقم 3 تظهر، اتغير الترتيب بتاعها. تاني انا عايز اشيل دي، اضغط رقم علامه الفي، اروح هنا كمان ادي اهو علامه الفي بالشكل ده اهي اهي، اضغط عليها بالشكل ده يبقى كده خلاص. اروح بقى انا عايز انهي فيهم اللي تظهر اول، دي اضغط عليها بقت رقم 2، عايز دي رقم 3 ضغطت عليها بقت رقم 3. عايز اتاكد من اللي انا عملته، اروح اعمل كده اهو هيظهروا لي بالشكل ده. done انا كده خلاص.
اروح ادوس تاني على edit path ضغطة واحدة بالشكل ده، واروح اقول له present او اعرض لي، فتظهر لي عندي اللوحة فاضية بالشكل ده، وتظهر عندي المكونات واحدة واحدة. مجرد ان احرك اهو بيعمل زوم، تظهر لي الورق الاول، وبعدين تظهر لي اللوحة دي، وبعدين تظهر لي اللوحة التانية، وهكذا. فبالتالي بدل ما اللوحة تظهر وفيها كل حاجة مرة واحدة، لو احنا بنعمل تعليق فبتظهر لي خطوة خطوة او جزء جزء من المكونات بتاعة اللوحة اللي موجودة قدامي. وبكده بنكون ضفنا انيميشن على البريزي. شكرا لحضراتكم، ونلتقي في فيديو اخر في خاص بموضوع الخلفيات الثري دي او الخلفية المركبة اللي هي ثلاثية الابعاد. شكرا، ونلتقي في فيديو اخر. اثقكم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.